لينا قنوة محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب تنضم إلينا للإجابة. أهلا بك لينا. أهلا معنا. فجأة انعكست المسار خلال فقط أيام معدودة، من دولار يسيطر على أسواق العملات لدولار يتراجع لأدنى مستوياته في حوالي أسبوعين. ما الذي اختلف الأسبوع الماضي إلى اليوم؟ أكيد محضر الاجتماع الفدرالي الأمريكي اللي حكى أنه رح تبقى أسعار الفائدة منخفضة حتى عام 2023، رح يبقى بمزيد من السياسات التحفيزية كما هي، فكانت لها تأثيرات أكيد على الدولار الأمريكي. أيضا الحزمة اللي عم نشوفها اللي رح يتم يعني تصبح قانونا في تم تمريرها 1.9 تريليون دولار، فبالتالي هي أيضا رح تساعد على الشركات المتضررة. يعني من جهة في تعافي اقتصادي، شفنا بيانات اقتصادية إيجابية اليوم، ارتفاع البطالة الأمريكية يعني أكثر من التوقعات بكثير يعني، فهذا كمان بيأثر يعني سلبا على الدولار الأمريكي. بالتالي متوقع أنه أنا عدة حلقات قلت لك حسين أنه متوقعين الهبوط في الدولار الأمريكي، وخاصة إذا دون مستويات 92 رح نقول، لأن كسر اتجاه صاعد الدولار الأمريكي خلال 4 ساعات للترند صاعد، يعني نحن ممكن نشوف إذا كسرنا مستويات 92 91 50، فرح نبدا نحكي انه دولار هابط. لكن بعد لو فعلنا لدينا مستويات ايضا مقاومه مهمه هي 93 50 94، اذا قدر يطلع فرح يكون استمرار، لكن ما بتوقع الاستمرار لاني في ارتفاع للتضخم فيما بعد، ورح يكون ما زال انه الاحتياطي الفدرالي ما رح يرفع اسعار الفائده، وحتى في توقعات انه اذا بده يتم رفعها مو هالعام، يعني عام 2022 يبدا برفعها بسيط، ورح يبقى ببرنامج تقليص برنامج الاصول كما يعني برنامج زيادة برنامج شراء الأصول كما هو. فبالتالي دولار ضعيف، متوقع المزيد من الهبوط للدولار الأمريكي. إلى أي درجة هذا سيستند إلى التحركات التي نشهدها في السندات الأمريكية؟ طبعا السندات، يعني السندات الامريكيه هي عامل كثير مهم ويجب مراقبته، لان عم تراجع عوائد السندات الخزانه الامريكيه بعد ما وصلت عوائد السندات اللي احنا عم نحكي عن 1.77 اعلى مستوياتها في 14 شهرا. بالرغم من ذلك انه في ارتفاع في عوائد سندات الخزانه الامريكيه ما زالت مرتفعه اذا ما قارناها بعام 2020، كانت عوائد سندات الخزانه الامريكيه اقل من 1%، فهي تعد الى الان مرتفعه عوائد السندات، فيجب مراقبه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأن هي مرتبطة بالتعافي الاقتصادي بالنمو الاقتصادي. فأي تحركات إيجابية عم تخلي إنه عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفع، لكن مع هي التصريحات فأكيد عم اللي شفناها، فمتوقعين إنه ما عاد في قلق وخوف، فبالتالي بلشنا نشوف عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم تتراجع، وعم يتراجع معها الدولار الأمريكي. عندما نتحدث عن مؤشر الدولار، يعني نتحدث عن الجزء الأكبر من تشكيل المؤشر هو اليورو. واليورو يعني من دولار 17 سنت إلى دولار 19 سنت في غضون أيام كانت تحركات قوية. هذا يأتي على الرغم من أن القارة الأوروبية فعليا لازالت تعاني من جائحة كورونا. نعم بعض البيانات الإيجابية، ولكن لو ننظر إلى اللقاحات متأخرة كثيرا عن بريطانيا وعن الولايات المتحدة. فبالتالي كيف تنظرين اليوم إلى اليورو؟ بالنسبة لليورو ذكرت يمكن عوامل كثير أساسية عم تلعب في حركة اليورو، يمكن وصل عند أعلى مستوياته مثل 23 من مارس، وأيضا عم نحكي عن أمام الجنيه الإسترليني في أعلى مستوياته في شهر. اليورو عم بيحقق ببلش ارتفاعات، عم نشوف بيانات جدا إيجابية، أنت كما ذكرت قطاع الخدمات الإيجابي نمو، يعني من نقول 49.6 تفصل لنا 50 عن النقط الخط الفاصل بين النمو والانكماش، نشاط المصانع نشاط التصنيع، حتى نمو الإنتاج المستقبلي متوقع رغم ارتفاع عدد الإصابات في كورونا، عم بيقولوا في ارتفاعات رح يكون، يعني كلها عوامل مساعدة لدعم اليورو، خاصة انه في بلش انه راح يبلشوا انه بحملات التطعيم، فعم بيساعد اليورو نحو الارتفاع. نحن عندنا مستويات مهمة كثير ممكن نشوفها اذا اخترقنا ال 1.19، عم نحكي عن 1.1635 1.50، وممكن نشوف ال 1.20، لكن عندنا اذا لازم نحافظ على مستويات ال 1.18
إذا هبوط في حركة تصحيحية رح تكون 1.18 35 1.18 هي المستويات أو الخط الفاصل بين الهبوط والصعود. إذا كسرناها رح نشوف مستويات متدنية 1.17 1.17 50 وإن كانت نظرتنا قبل ذلك. لا تنسى أيضا ضعف الدولار، يعني ضعف الدولار عم بيساعد أنه أيضا اليورو أنه يرتفع كمان، هذا عامل من العوامل الأخرى. ولا ننسى كمان في سبب مهم كتير لليورو أنه عوائد السندات الألمانية هي أقل من عوائد السندات البريطانية وأيضا عوائد السندات الأمريكية، فهذا عم يعطي أيضا دفعة إيجابية لليورو أنه يرتفع بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات ومن رغم من الإغلاقات الاقتصادية، لأن عم نشوف البيانات الإيجابية كتير عم تدعم اليورو، فمتوقعين ارتفاعات ممكن على المدى الطويل. نحن عم نحكي واحد متوسط طويل 1.23 ممكن نوصل كم. أنا متحدثين عن عوائد السندات الأوروبية التي هي أقل من الأمريكية والبريطانية بهامش كبير، يعني اليوم في ألمانيا مثلا عائد 10 سنوات هو في السالب 35 نقطة أساس تقريبا، فرنسا أيضا في السالب. كيف هذا يعطي دعم لليورو؟ كيف هذا من شأنه أن يعطي دعم لليورو؟ الفارق بين عوائد السندات الخزان الأمريكية يعني وعوائد هذه الفجوة يعني سنشهد تضييق لها؟ نعم، وكمان بشهر إبريل بالعادة نحن عم نشوف ارتفاعات أيضا متعودين خلال الخمس سنوات الماضية، دائما شهر إبريل هو من أشهر الست المفضلة أنه نشوف ارتفاعات، حتى خلال عشر سنوات الماضية يمكن ارتفاع ب 1.2% فبنشوف هاي الارتفاعات كمعدل يعني بالنسبة نعم ربحي لليورو، فيمكن كمان ربما نربطه. بس عم نشوف كمان انه طبعا وقت بتكون العوائد اقل منها في السندات في امريكا في بريطانيا، فاكيد هذا راح يكون يعطي نوع من الدفعه الايجابيه. طيب بالنسبه للين، الين يعني ايضا بعد وصوله الى مستويات ال 111 ين للدولار، اليوم نعود نشهده بقرب من 109 ين للدولار. ولينا قنوة محلل اسواق ماليه في اكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.